ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن ازاي اشتريت من دي فاكتو من محل ذات نفسه هدوم مش تتعدى 60 جنيه. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، اول الفيديو كده انا هوريكم انا اشتريت ايه الاول علشان ما اطولش عليكم، وهوريكم الاسعار بالظبط واقول لكم انا اشتريتها ازاي. اول قطعة اشتريتها كانت التيشيرت ده او البلوزة دي، هي سادة خالص بس اللي عجبني فيها الدرابية اللي على الكم دي، حلوة قوي، تفاصيلها حلوة، مقاسها ميديوم فكرت مقاسي. دي كانت ب 45 جنيه من دي فاكتو. تمام، دي فاكتو فرع المنصورة، ولو انت رحت اي فرع هتلاقيه نفس الاسعار بالظبط عشان هو نفس السيستم. وبعد كده جبت البنطلون الجينسي ده، هو اسود، انا بحب البنطلون الجينسي سودا جامد، في كسره من قدام كده فده اللي عجبني، وهو واسع من فوق وضيق من تحت. فالمهم ان هو كان ب 150 جنيه وكان مقاس 40، مقاس 38، وانا مقاسي 40 بس هو مقاس 38 هو داخل فيا يعني، بس عادي خسره ب 150 جنيه. المهم ان هو كان فيه القطعه دي فانا خدت بالي ولازم تتخيط، ممكن اخيطها عندي على المكنه، وحلوه قوي مريح في اللبس. تمام، وبعد كده بقى جبت القطعة دي بقى اللي هي عجباني اكتر قطعة فيهم، هقول لكم بقى دي قصتها ايه. بصوا عبارة عن ايه، عن تيشيرت ابيض بس قماشته كده جامدة، انا مش فاهمة قماشة ايه بالظبط. بصوا هي عاملة كده في اللبس، شايفة هو بيبقى كده بالظبط وقصير، فهلبس تحتيه قميص ابيض لان انا محجبة. ده بقى كان ايه، انا لقيته في وسط الهدوم اللي هي معمولة عليها سيل اللي هي لاست بيس، ولقيت ده مقاس ميديم، ماشي مقاسي بالظبط يعني، ولقيته كان مدهوس عليه بالجزم، يعني الناس مهمله فيه جدا. وبصراحه يعني الناس اللي بتبقى بتشتري حاجات في السيل بلاقيها بتمسك الحاجات تقعد ترميها على الارض وما بتهتمش بالحاجه، يعني حرام يعني. في ناس هتشتريها، او في ناس اللي هم شغالين في المحل بيقعدوا بقى ينظموا ويرتبوا، يعني هم ذنبهم ايه؟ المفروض احنا نلبس الحاجه نهتم بيها ونحطها في الشماعه بتاعتها، مش لازم نرمي ما عجبتنيش فاقوم راميها على الارض ليه يعني. المهم انا لقيتها من غير تيكت ساعتها فعجبني ستايلها قوي، لقيتها مقاسي بس بقى كانت طبعا ايه فيها بقى تراب وكده. المهم قلت للولد هي دي كانت بكام، فقال لي دي 65 جنيه. انتوا متخيلين؟ هو انا لسه ما لبستهاش، انا غسلتها بس، حتى بصوا في فتله كده عشان طبعا في ناس كانت عماله ترمي في الارض وبتاع، فالفتله دي هشيلها عادي، لسه ما لبستهاش، هي محتاجه الخريف او الشتاء، فكانت ب 65 جنيه. واشتريت بنطلون جلد بس مش فاكره حطيته فين، برضو لمعته بقى بالزيت عشان ما يبوظش، كان في حدود 150 جنيه برضو، كان مانفيت مش بنطلون جلد ضيق، لا مانفيت واسع. دي كانت مشترياتي كانت من دي فاكتو. كده بقى ايه، اشتريت الطرحه دي، اشتريت طرح بقى بس من محل تاني بس قلت اوريها لكم. يعني الطرحه دي طالعه موضه جدا اللي هي بتبقى كلر كده، الطرحه دي كانت ب 80 جنيه، واشتريت بقى الطرحه دي برده طالعه موضه قوي، عجبني لونها، اللون اللي هو الموف الفاتح ده عجبني قوي. دي كانت ب 70 جنيه، هتتباع في 65 جنيه بس خلوا بالكم عشان في قماشه حلوه وفي قماشه وحشه، فخلوا بالكم علشان، وفي بيبقى كرانيش طويله وفي كرانيش قصيره، دي كرانيش قصيره فدي الاشيك يعني. تمام، جبت الحزام ده بقى عشان البسه على شميزات الجينز والشميزات البيضة، احطها على الوسط كده، حلو قوي برده. ده كان في حدود 45 جنيه، كان في منه شريطه عريضه بس انا جبت الشريطه الرفيعه عشان حسيت ان هي هتبقى عمليه اكتر، ولبسته كذا مره باين اهو، بس جلده كويس، لو لقيتيها هتيجي غيري في لبسك كده، الحياه محتاجه تغيير في اللبس. بالاضافه بقى ان السروبيت اللي انا لابساه ده برده كنت شارياه من دي فاكتو، كان ب 150 جنيه بدل من 499، وقلت لكم قبل كده روحوا اشتروه، انتوا طبعا كسلتوا، فانا بقول لكم انزلوا في السيلات الايام دي برده هتلاقوه، وهتلاقوا منه الاسود انا شاريه منه، فروحوا شوفوا الاستايلات دي هتلاقوها. ازاي بقى انا بشتري الحاجات بالسعر ده؟ اولا بيبقى دي فاكتو عامل سيل في اخر الصيف، احنا دلوقتي في شهر 9، بيبقى عامل الخصومات بقى اللي هي الفاينل بتاعه، فالحاجات بتبقى رخيصه جدا، وساعات بتلاقي كمان قطع شتوي عليها سيل، فانت لو عايزه تنزلي تشتري هدوم بسعر رخيص من دي فاكتو انزلي في السيل اللي هو بيبقى في شهر 9. شهر 9 اللي انا فيه ده بيبقى فيه سيلات، انتوا شفتوا الحاجه اهي،
وشفته اسعارها بالظبط كانت ايه. انا جايبه تيشرت ب 60، تيشرت ب 40، والحاجات دي اصلا كانت ب 300 و400 جنيه. تمام، فيا رب تكون استفدت من الفيديو، وما تنسيش اللايك والاشتراك القناه وتابعيني الفيديوهات الجايه، علشان لسه في حاجات كتير جدا انا هعملها وعملتها بس لسه هتتسجل، عشان انا من الناس اللي هي كسلانه. فشجعوني بالاشتراك وباللايك وتابعوني الفيديوهات الجايه. والله باي باي.